الـ name اللي نقول عليه الـ common name و systemic name وحكينا كل الديتيلز مالته، اتمنى تقروها بدقه. اليوم راح نبلش شنو؟ راح نبلش احنا الهيتروسايكليك كومباوند تقسم يعني 5 ممبر 6 ممبر والى اخره، فانا راح اخذ حتى شو اسمه ال 3 ممبر المفروض ناخذها، بس ال 3 ممبر مو كلش مهمه عبرتها لانه الكورس وصراحه هي بالسيليبس ما مذكوره، يعني السيليبس مالتنا يقول نبلش قبل بال 5 ممبر، فانا بلشتها بال 5 ممبر. ال 5 ممبر نقصد بها الهيتروسايكليك كومباوند اللي هي السايز الرينج سايز مالته يكون 5 ممبر، من ضمنها الهيترو اتم، يعني احنا عندنا كربون 4 مع الهيترو اتم فتصير شنو 5. فال 5 ممبر هيتروسايكليك كومباوند تنقسم الى مجموعه مركبات وراح ناخذهم واحد واحد. اول واحد راح ناخذ البايرول اللي هو ستراكشر مالته تحفظونه، طبعا هذا البايرول هو كلن ذني كومن نيم، كلن كومن نيم زين، السيستمك نيم يختلف، بس مثل ما قلنا احنا اكو بايرول بيريدين فيوران هذني يعني معروفات بالطبيعه هن بالكومن نيم، فدائما يذكرون بالكومن نيم زين. زين عندنا بايرول فيوران تايوفين، والفرق بيناتهم الفرق بين الهيترو اتم هنا نيتروجين اوكسجين وكبريت. هنا راح نجي شنو اذا كانت عندي المركب مال تي بي اكثر من هيترو اتم واحد، هنا عندنا واحد هنا عندنا اثنين تايازول زين، تايازول بايروليدين اذا هو كان نفسه بس شنو يكون هنا ساتوريتد يعني نفس البايرول، بس البايرول من يكون ساتوريتد نسميه بايروليدين. هنا اميدازول طبعا هم جاي من الاميدازول، علي يعني عندي 2 نيتروجين اتم زين. هنا عندنا الثايوزولدين هذا المركب، والايزوكسازول اللي هم عندنا 2 هيترو اتم، وهنا الترايازول اللي جاي منين؟ جاي عندي من التراي ثلاثي، والازا اللي هي النيتروجين والاول لانه خماسي، هذا تسميه سيستميك هاي طبعا لانيكا كومن. هنا هذا هم نفس الشيء سيستميك، واحد اثنين اوكسازول يعني هاي تسميه سيستميك. فهذني الفايف ممبر ذن الموست كومن فايف نمبر هيتروسايكليك كومباوند. زين احنا راح ناخذ واحد واحد، راح نبلش بمن بالبايرول. البايرول العفو هذا البايرول هو خماسي ويكون ساتوريتد بنيتروجين اتم زين، اذا هو 5 ممبر اروماتيك. خلوا لي خط جو الاروماتيك هيتروسايكليك كومباوند اند كونتينينج 1 نيتروجين زين اتم زين. احنا اذا تذكرون هسه هنا واضحه، ناخذ البايرول اللي هو قدامكم هذا الستركتشر مالته، هذا الستركتشر مالته البايرول زين. البايرول قلنا عليه 5 ممبر ويكون اروماتيك هيتروسايكليك كومباوند زين. اكو موضوع انا قلت لكم احكي لكم عليه بعدين بشكل انديفيدوالي، هو هذا اللي اقصده. يعني احنا مرات نسال نقول هل هذا المركب اروماتيك لو نون اروماتيك، يعني البايرول مثلا نجيب لك اياه صح خطا او فراغات، اقول لك اروماتيك لو نون اروماتيك، انت ممكن من اخذته تقول لي باعتبار تحفظه، بس اكو رول، احنا عندنا رول مثل ما تدرون يعني اخذناه بالكورس الاول، عندنا رول زين. هسه راح احكي شلون نقول هذا المركب نقول هذا المركب عليه اروماتيك لو نون اروماتيك زين. اول شغله زين، اول شغله احنا قلنا اذا تتذكرون بشروط، الشرط الاول لازم يكون سايكليك، المركب مالتي لازم يكون يعني حتى اقول يعني اروماتيك اور نوت، خلينا نقول هذا السؤال. اول شغله لازم يكون سايكليك يعني حلقي. ثانيا بلينر زين، بلينر ايش نقصد به؟ يعني الهايبريدايزيشن مالته شنو؟ اس بي 2 لازم، ها شباب، ولازم البي اوربيتال يكون متوازي للثاني، يعني هسه شلون عندنا هذا؟ اذا تلاحظون هذا البي اوربيتال يكون بهاي الطريقه، احنا اكو فرق بين
متوازي او غير متوازي. هسه ناخذ اكو بالامثله الجايه راح ناخذ راح اراويكم الغير متوازي شلون راح يصير. بس انت هاي المعلومات ما راح تدوخ نفسك بها لانه هذا يشتغل على 3 دي ستراكشر. فاحنا حتى نقول عليه بلينر لازم شيء يكون اس بي 2. زين خليني اعطيكم فد انتم يعني انا المفروض ماخذي بالمرحله الاولى. خليني اعطيكم فد ملاحظه صغيره ونفد هنت. انا شلون اعرف هذا اس بي 2 اور اس بي 3 او اس بي 1؟ اجي من المركب ايش اقول؟ اقول ان اجي اخذ هذا الكربون. هذا الكربون كم اصله متصل بيها؟ هذني اثنين وهاي ثلاثه تمام؟ انقصها واحد. ايش قد من ثلاثه نقص واحد واكتب الرقم اذا اس بي 2. زين لو اجي اخذ هذا نيتروجين هذني واحد باثنين وهاي الهيدروجين صار ثلاثه اذا اس بي 2 شنو؟ اس بي 2. زين لو اجي اخذ مثلا يعني فد اكسجين خلينا نقول نفس الفيوران هذا الاكسجين كم اتصال بي؟ واحد اثنين اذا هذا اس بي شنو؟ اس بي 1. فاذا انت من هذا ما انطبقت عليه الشروط. فاحنا اهم شرط حتى نقول عليه بلينر لازم يكون اس بي 2. عرفنا الاس بي 2 بشكل مختصر شلون نعرف هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه لازم يكون كونجكيتد. زين كونجكيتد شنو كونجكيتد؟ انا قال لكم اياها بالكورس الاول. كونجكيتد يعني يكون عندنا اكو اشياء متناوبه دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند تمام. يعني في هذا المركب مالتنا اللي قدامنا نريد نباوع له هنا سنجل بوند هنا سنجل بوند هنا سنجل بوند يعني سنجل بوند دبل بوند. فكان شنو يكون متبادل اكو عندي اصله مزدوجه متبادله سنجل مع الدبل بوند فهذا شنو نسميه كونجكيتد. زين هذا اهم شيء يكون لازم كونجكيتد يعني الاصله المزدوجه والمفرده تكون متبادله. زين ما اعرف شلون اوصل الفكره بس واضحه يعني عندي اصله مفرده مزدوجه مفرده وهكذا يعني تكون اكو تكون اصله مزدوجه ومفرده بشكل متبادل. يعني ما عندي مثلا يعني سنجل بوند في سنجل بوند وبعدين يجي دبل بوند لا دبل بوند في سنجل بوند بشكل متبادل هذا شنو نسميه كونجكيتد. النقطه الرابعه الشرط الرابع شنو لازم يكون فولو ذا هوكر رولز. تذكرونا ماخذين الهوكر رولز. زين الهوكر رولز حتى نقول عليه اوراماتيك لازم شنو الهوكر رولز شلون راح نقول عليه اوراماتيك؟ لازم شي يكون عندي يكون لازم فلو هوكر رولز اللي هي من ذاكرها الهوكر رولز لازم تكون 4N زائد 2 يساوي لي شنو؟ يساوي لي عدد الإلكترونات الباي تمام؟ يعني شنو عدد الالكترونات الباي؟ يعني عدد الالكترونات اللي موجوده مال الدبل بوند. احنا شنو نقول؟ نقول دائما الدبل بوند هي عباره عن شنو؟ الدبل بوند عباره عن 2 الكترون. وطبعا الهيترو اتوم عباره عن شنو؟ عباره عن 2 الكترون لانه هذا تكون به زوج الكتروني انشير. فشن نقول؟ نقول 4N زائد 2 يساوي لي عدد الالكترونات الباي. زين نجي نحسب هنا ايش قد بالبايرول تمام طلاب؟ هذين 2 ب 2 4 ب 2 6 فشي يصير؟ 4N زائد 2 يساوي 6. من نريد نبسط المعادله هاي ايش راح يصير؟ راح نحولها شي يصير؟ يصير N 4N يساوي لي 4 تمام طلاب؟ فان هنا ايش راح تساوي؟ تساوي لي عدد صحيح اللي هو واحد. هذا شو نقول عليه اذا طلع لي عدد صحيح؟ يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه يعني عدد صحيح الان تطلع لي عدد صحيح. اذا طلع الان عدد صحيح نقول عليه اوراماتيك. اذا طلع يعني اذا طلع شو اسمه كسور او عشري او الى اخره فنقول عليه هذا شنو؟ نقول عليه نون اوراماتيك.
تمام طلاب؟ راح اعيدها بشكل سريع. احنا عندنا 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 شروط حتى نقول عليه هذا اروماتيك لو نون اروماتيك. اول شغله لازم يكون سايكليك بلينر كونجكيتد، ولازم شنو فلو هوكر رولز. الهوكر رولز قلنا لازم تتبع المعادله اللي هي شنو 4n بلس 2 يساوي عدد الكترونات الباي. زين، عدد الالكترونات الباي اللي نقصد بها هن مال الدبل بوند ومال الهيترو اتوم. يعني الاكسجين مثلا بزوج الكتروني، اثنين ازواج الكترونيه انشير، بس احنا ناخذ واحد. النيتروجين نفس الشيء. فنحسب ايش قد عندي الباي الكترون، ايش قد عددهم نحسبهم. المفروض الان تطلع لي عدد صحيح. اذا طلعت عدد صحيح فنقول عليه هذا اروماتيك، اذا مو عدد صحيح كسر فش نقول عليه؟ نقول عليه هذا نون اروماتيك. وراح نمر علينا امثله. فاذا احنا هسه بنقول البايرول هو از اروماتيك، ليش؟ لانه تنطبق عليه كل الشروط. اولا هو سايكليك، هاي اول شغله، هاي سايكليك. ثانيا اس بي 2 والاوربيتال مالته تكون متوازيه. هاي شنو الشرط الثاني؟ كونجكيتد. طبعا كونجكيتد هاي هنا الزوج الالكتروني مال البايرول، طبعا هذا هم يعني يدخل ضمن الباي الكترونز. تمام، فشو نقول؟ نقول يعني سنجل بوند دبل بوند، سنجل بوند دبل بوند، وهكذا يدخل ضمن السنجل بوند والدبل بوند. فشو نقول عليه؟ كونجكيتد. الهوكر رولز قلنا لازم يطلع لي عدد صحيح. زين، فهنا نشوف 4n plus 2 يساوي لي عدد الكترونات الباي. فنحسب ايش قد قلنا الدبل بوند تكون 2 وهاي 2، فشي يصير 1 2 3 3 في 2 يصير 6. بعد ما بعمليه رياضيه بسيطه نحول 2 ونقسم على 4 يطلع لي الان رقم 1. فشي نقول عليه؟ نقول اروماتيك. اذا انا من اقول لك اكسبلين او اقول لك واي بايرول از اروماتيك كومباوند، لازم انت تذكر لي هذين الشروط. تقول لي اولا هو سايكليك بلينر، وتقول لي كونجكيتد، وتقول لي هو فلو هوكر رولز اللي هي تكون شنو 4n بلس 2 يساوي عدد الكترونات الباي الكترون. لهنا نتمنى تكون واضحه. احنا اخذنا البايرول كاكزامبل على الفايف ممبر اروماتيك. زين، هسه ناخذ البايرول شلون يصنعونه. هنا هي الفكره، وين احنا قاعد ناخذ هيتروسايكليك كومباوند. هاي الهيتروسايكليك كومباوند هي تدخل بشكل رئيسي بالستراكشرز مال الدراجز. فاني من اريد يعني احضر في الدراجز معين من البايرول. اذا البايرول شلون احضره، شلون اصنعه؟ عندي عده طرق. إذن البايرول سينثيسيس يصنع بشكل صناعي، يأخذون الفيوران اللي هو الفرق عنه بأكسجين، شلون التفاعل قدامكم العفو، ويخلطونه ويا أمونيا ودرجة حرارة عالية طبعا، ويخلونه يعني باس ثرو ألمنيوم أوكسايد ودرجة حرارة عالية، فيعطينا شنو؟ يعطينا بايرول زائد فوتر. هاي بشكل صناعي، تمام طلاب؟ هاي يعني مطلوبة من عندكم، ممكن أطلب من عندك حضر لي أو إلى آخره. فهاي طريقة التحضير الصناعي. زين، أكو طريقة ثانية يسموها بالنور سينثيسيس. هاي شو راح ناخذوها؟ هاي طريقة تختلف، صنعوه بشكل ثاني. شو ياخذون؟ ياخذون الدايكيتون كومباوند. يعني شنو دايكيتون كومباوند؟ يعني بي 2 كربونيل جروب، هاي وهاي، شنو نسميه دايكيتون. يعني انا عندي 2 كربونيل جروب اس فانكشنال جروب. زين، ويا من وي برايمري امين، طبعا هاي الار وات ايفر، يعني ممكن يكون هيدروجين، ممكن يكون سي اتش 3 مثل ما تعلمنا بالكورس الاول. هذا الارات هنا مختلفه، السايز ما تختلف حسب البايرول اللي انا اريده. يعني مثلا ممكن اني اريد ان البايرول يكون بي سبستيوشن او يكون بي الى اخره تفاصيل. فاني حسب البايرول اللي اريده راح يعني مثلا راح اخذ البرايمري امين وراح اخذ الدايكيتون. يعني هسه مثلا لو اني ما اريد ان جروب هنا سبستيوشن على الان على هاي البوزيشن، فلازم شاخذ اخذ ان اتش 3.
تمام، حتى شنو، حتى تنطيني يعني فقط ان اتش بمكان الار زين. ف تعتمد على انه اني على الدايكيتون والبرايمري امين اللي اخذها عن طريق الويكلي اسيد كونديشن. يعني طبعا بويكلي اسيد كونديشن راح ينطيني شنو، ينطيني البايرول طبعا، هاي سبستيوشن جروب، هاي الارات حسب ما اني اريد زائدا ووتر. فهاي طريقة ثانية زين. زين هسه احنا اخذنا التصنيع مالته عن طريق طريقتين صناعيه، عرفنا شلون صناعيه ناخذ الفلوران ووجود الامونيا زين ودرجه حراره عاليه والالومنيوم هيدروكسيد العفو الالومنيوم اوكسيد ستيم راح يعطيني بايرول. والطريقه الثانيه اللي سميناها بالنور سينثيسيس، ناخذ الدايكيتون وناخذ وياه برايمري امين. زين هسه نريد ناخذ الكيميكال اكتيفيتي يعني الرياكشنز. هو بصراحه البايرول بي هواي رياكشنز بس انا ما اريد ادوخكم يعني. اوكي انا البايرول مالتي اريد ادرسه، اريد اشوف شنو هذا يعني شو يعتبر، شلون تفاعلات مالتي، شنو الرياكشنات اللي يدخل بيهن زين، لان هذا كلش مهم يفيدني بالدراج ديزاين. يعني انا اذا اصنع مثلا اصنع اي مركب من البايرول، انا اذا ما اعرف الكيميكال اكتيفيتي او الكيميكال بروبرتيز مال البايرول اكيد ما اعرف شلون راح اتعامل ويا هذا المركب زين. فاحنا البايرول هو شنو، هو ويك بيس يعني قاعده ضعيفه. ليش؟ واضحه ليش، لانه بي نيتروجين زين. بيسك تو ايون بير اوف الكترون اوف نيتروجين which كان ايزي اكسبتد ابروتون تمام. يعني لانه انا عندي زوج الكتروني دائما بالنيتروجين، شي يخليه هو ممكن easy to accepted proton، فلذلك يكون شنو weak base. زين احنا قلنا من الساعة شنو in pyrrol ion pair is delocalized and present in by cloud. احنا قلنا يدخل بالby system مال الحلقة. ليش؟ لان هو يصير delocalized ممكن يدخل. زين من الساعة احنا من قلنا aromatic. ليش؟ لانه حسبنا هذني الزوج الالكتروني ايون بير وهذني 4 اصلا 6 وبالتالي يطلع لي شنو اروماتيك. لذلك احنا ما دام يصير دي لوكلايزد وتدخل بالباي سيستم او الباي كلاود، اذا هي شنو تكون تكون اروماتيك. لذلك سو ات از نوت ايزي تو يوز ذات ايون بير تو اكسبت ذا بروتون زين. الفكره من هذا الموضوع شنو، الفكره انه اني ما دام هاي تدخل بالباي سيستم اذا يصير دي لوكلايزد، نصير دي لوكلايزد راح تصير نوت ايزي تو اكسبت. هي صح تقبل البروتون بس بما انه داخله بالريزونانس مال المركب مالتي، بالتالي راح تكون نوت ايزي تو يوزد زين. لذلك تكون شنو ويك بيس زين. مثلا لو سالتك سؤال وقلت لك يا ابي ليش البايرول يعتبر ويك بيس، انت ايش راح تقول لي؟ تقول لي بما انه الايون بير اوف نيتروجين هو يقبل بروتون فلذلك يكون بيس، ولكن بما انه يدخل بالباي سيستم ويصير له دي لوكلايز اذا هو نوت ايزي تو اكسبت بروتون وبالتالي يكون ويك بيس. لذلك عندما يكون ويك بيس يحتاج لشنو سترونج اسيد حتى يتفاعل، فلذلك بنضيفه الى اتش سي ال باعتباره يعني حامض قوي. شوف شو راح يعطيني زين، بايرول هيدروكلورايد. هنا ايش راح يصير؟ البايرول هيدروكلورايد راح يصير الهيدروجين به اربع اتصالات تاخذ بوزيتيف تشارج يعني يصير الكترون، ولذلك يفقد الاروماتيك فيتشرز مالته يكون نون اروماتيك زين. من يستمر بوجود الاكسجين راح يصير بوليمرايزيشن يعني يتصل بايرول بايرول ويسوي له سلسله طويله تسمي بوليمرايزيشن مثل ما اخذناها ويعطينا براون ريزن تمام شباب. اذا البايرول الكيميكال اكتيفيتي مالته هو ويك بيس وفيري ويك بيس. ليش؟ لانه قلنا الايون بير مالته صح هو اكسبتد للالكترون للبروتون العفو، ولكن بما انه يدخل بالكلاود سيستم الباي كلاود سيستم او ويصير له ديلوكلايزد فنوت ايزي تو يوز to accept proton وبالتالي يكون weak very weak base.
يحتاج للسترونج اسيد يلا يتفاعل. فاذا مع السترونج اسيد يعطيني هذا الهيدروكلورايد اللي يكون نون اروماتيك، لهنا تكون واضحه. زين نشوف وين نتوقف المفروض. راح اتوقف الفيوران لان اعتقد المحاضره طولت وخافت تسجل. زين هسه احنا اخذنا اولا هو ويك بيس. زين ثاني شغله ايش راح يصير؟ راح يصير له هو اندر جوز شنو الكتروفيليك سبستيوشن ات بوزيشن 2. بوزيشن 2 هذا، زين هذا بوزيشن 2 يصير ب سبستيوشن. يعني تذكرون تفاعلات الكتروفيليك سبستيوشن خذناها بالبنزين ممكن تصير لي على البايرول، وهسه راح نقول ليش. زين يقول البايرول هو attacked by electrophile at position 2 carbon and substitution reaction occurs. زين ليش يصير على البوزيشن 2 ما يصير على 3؟ ممكن يصير على البوزيشن 3 هنا اذا كان الذني occupied، هذا الاثنين يعني هذا البوزيشن وهذا البوزيشن يكونون occupied. اذا كان occupied ممكن يصير عندنا بذني البوزيشن، تمام، اللي هو هذا البوزيشن اللي يعتبره 3. يعني من ما اجينا هو يصير 3، جينا من هنا جينا 3، فهذا البوزيشن ممكن يصير عليه اذا كان هذني كيوبايت، تمام. زين هسه نسأل سؤال، ليش ال واحد من الطلاب يسأل يقول ليش يكون على البوزيشن 2؟ انا اقول لكم ليش يصير على البوزيشن 2. زين الكتروفيل سبستيوشن يكون مور ريزونانس. يعني هسه نريد ناخذ هاي السبستيوشن، هذا وين هذا؟ هذا الكربون 2، هذا كربون 3، هذا 3 وهذا 2 كربون. من نريد نشوف الريزونانس مالته اذا صار عندي اتاك بالالكتروفيل الكتروفيليك سبستيوشن. هنا ايش راح يصير من دخلت الالكتروفيل هنا سوت هو بهيدروجين، انفتحت هاي الدبل بوند، فمن تنفتح هذا شخذ هذا اخذ يعني فقط الالكترون، صار بوزيتيف تشارج. البوزيتيف تشارج هي تتحرك، اتحركت الدبل بوند بكان ما كانت هنا على هاي الكربون اجت هنا، فصارت لي صارت لي بهذا البوزيشن. وين اجت البوزيتيف تشارج؟ اجت على هاي الكربون. بنفس الوقت انا يعني عندي هذا الايون بير اوف نيتروجين هذا اللي هنا يجي يتحرك، فش يصير؟ تصير هنا دبل بوند والنيتروجين ياخذ البوزيتيف، تمام طلاب؟ فصارت عندي ريزونانس، هنا ريزونانس مالت ايش قد؟ هنا 3. بعدين وراها ينسحب الهيدروجين ويرجع طبيعي، يرجع يعني عندي السبستيوشن هذا اللي هو الالكتروفيل يرجع طبيعي. بينما اذا صارت بال 3 بوزيشن شوف اللي راح يختلف. لو اجت هاي الاتاك قعدت بالبوزيشن 3 كربون 3 هنا، زين وين راح تصير عندي مشكله؟ راح هذا البوزيشن يكون بوزيتيف، ومن تتحرك راح ياخذ النيتروجين بوزيتيف. هسه يقول لي واحد خو هذا البوزيشن هم نفس الشيء، هذا البوزيشن ما راح تختلف نفسها، يعني انت صار عندك البوزيتيف تشارج على هذا البوزيشن او على هذا البوزيشن فهي سيم. اذا صار عندي ريزونانس ايش قد؟ 2، بينما انا ايش قد؟ 3. لذلك هو الفكره مالته شنو؟ الفكره مالته انه يكون على البوزيشن 3 يكون ريزونانس اكثر من البوزيشن 3. وهاي شو تفرق لي؟ تفرق لي اذا تذكرون بالكورس الاول احنا قلنا هاي يعني التفاعل من يحدث هو يمر بعمليات بعدين يلا يعطي الناتج النهائي. يعني هاي من 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 يصير اتاك للبوزيشن 2 راح تتكون الانترميديت هاي، فما دام هي مور ريزونانس يعني مور ستيبل، يعني مور افيلبل فور رياكشنز، بينما هنا ليس ستيبل، زين فليس افيلبل فور رياكشن. لذلك احنا من نسوي يصير التفاعل مالتنا يصير اندر جو تو بوزيشن سبستيوشن، تمام طلاب؟ اتمنى تكون واضحه. اللي هي قلنا هنا يكون مور ستيبل، بينما هنا
لذلك نقول واي الكتروفيل سبستيوشن اكر ات بوزيشن 2. اتمنى اللي هنا واضح، راح اعيده بشكل سريع. طلاب احنا قلنا البايرول يصير له الكتروفيلك سبستيوشن، زين ات ويتش بوزيشن؟ ات كاربون 2 بوزيشن. ليش؟ قلنا لانه البوزيشن 2 يختلف عن الثري، يكون مور ريزونانس ستراكشر، وبالتالي يكون شنو مور ستيبل، ويكون مور افيلابل، مور افيلابل فور رياكشنز. زين بينما البوزيشن 3 يكون ليس افيلابل فور رياكشنز. لهنا اتمنى تكون واضحه. زين احنا هذا اخر سلايد حتى نفتح النقاش وراها. احنا شنو الممكن الالكتروفيليك سبستيوشن اللي تصير؟ احنا مرة علينا مثلا الكلورينيشن اسيليشن الى اخره. زين فاحنا مرة علينا هواي اشياء. هنا الكلورينيشن يختلف، لازم نستخدم شنو؟ تدون المايك اب طلاب. هنا طبعا زين هنا الكلورينيشن يحدث يختلف، نستخدم السلفوريل كلورايد، وطبعا موجود ايثر. الايثر شنو الدور مالته؟ الايثر طبعا سولفنت، واذا الله سهل يعني وتوفقتوا تصنعون فدريفاتيف اي مركب، راح تشوفون ايثر فشي حلو بالمختبر، لانه هو سيف ويسوي لك بسرعه تخلص من عنده. زين ممكن يقلق درجة الحرارة مثل ما تبعون درجة الحرارة هنا زيرو. زين فممكن نضيفه الثيوني كلورايد أو السلفوري كلورايد. ايش راح يصير؟ لا العفو، السلفوري كلورايد مو ثيوني، الثاني يختلف. الثاني كلورايد يضيف لي مجموعة كربونيل متصلة بها كلور، يسمونه أسيد كلورايد، يضيف لي المركب. زين فهنا سلفوري كلورايد اللي هو H2O2Cl2. زين فش ينطيني؟ ينطيني تترا كلورو واحد هيدروجين بايرول. زين بينما الاسيليشن راح نستخدم اسيتيك انهايدرايد. الاسيتيك انهايدرايد هذا الستركشر اللي قدامكم، وبوجود حراره ايش راح ينطيني؟ اسيتال بايرول. اسيتال بايرول اللي منين جايه؟ اسيتال جايه CH3 متصله بكربونيل جروب، شو نسميها؟ أسيتال بايرول. زين هذا الأسيتال بايرول ممكن واحدة من تفاعلات الكتروفيليك سبستيوشن. ما نريد ناخذ هواي تفاعلات لأنه نصير دوخة عليكم. زين احنا هسه لحد هاي اللحظة خلصنا الرياكشنز، راح ناخذ الفارماسيوتيكال امبورتنس اوف بايرول. البايرول احنا دائما نقول له فوائد بال صيدلة. شنو هي؟ Many drugs and biological molecule containing the viral structure. هسه نشوف، واحنا راح تكون السيمينارات مالتكم من هذا الباب، يعني ناخذ drugs. مثلا انطفد واجب الطلاب، يابا انتم جماعة الفيرول جيبوا لي drugs وشلون نحضر المولكيول مالته صناعيا مثلا او بالمختبر مشتقة من الفيرول. زين فهو اكثر الادوية موجودة بها فيرول. راح ناخذ امثله ان شاء الله. فور اكزامبل اتروفاستاتين اللي هو يعتبر ستاتين جروب، يستخدمونه ليبيد لورنج ايجنت. فيتامين B12 وهيم اللي هو والكلوروفيل والى اخره. زين طلاب فاحنا لهنا نتوقف، راح اسوي سمري حتى نفتح المايك للطلاب، خاف عندكم اسئله. اخذنا اليوم كملنا الرولز مال التسميه، وبلشنا بالفايف ممبر رينج، اخذنا بس البايرول، والمحاضره الجايه ان شاء الله ناخذ الباقيات الفايف ممبر. اخذنا البايرول وعرفنا البايرول هو اروماتيك، وعرفنا ليش اروماتيك. زين واخذنا شلون نصنعه بشكل اندستريال سينثيسيس، واخذنا البول نور سينثيسيس طريقتين، واخذنا الكيميكال اكتيفيتي مالته، قلنا هو فيري ويك بيس. زين وويك بيس يحتاج لشنو؟ سترونج اسيد، وبالتالي يعطينا شنو؟ يعطينا بوليمرايزيشن. واخذنا ايضا
اخذنا ممكن يدخل الكتروفيليك سبستيوشن، وعرفنا ليش يكون ات بوزيشن 2 وليس بوزيشن 3، واخذنا امثله عليها الكلورينيشن والاسيتيليشن، واخذنا الفارماسيوتيكال امبورتنس اوف فايرول، قلنا يدخل بالكثير من ستراكشرز اوف دراجز اند بيولوجيكال مولكيول. طلاب انا اللي هنا انا توقفت على البايرول، قلنا شنو الاشياء اللي متعلقه بالبايرول، شلون نصنعه، الكيميكالز مالته، اروماتيك لون ان اروماتيك، كل هاي الديتيلز اخذناها. وصلنا اليوم للفيوران اللي هو ايضا هم 5 ممبر رينج. الفرق عن البايرول هو فقط انه عندنا ذره الاكسجين، وذره الاكسجين اكيد راح تختلف عن النيتروجين، فكل الفروقات اللي بين الاكسجين والنيتروجين هي راح تكون فروقات بين الفيوران والبايرول. زين، فاحنا قلنا اول شغله هو 5 ممبر، اضافه الى ذلك هو هم اروماتيك بس هو اقل من البايرول لسبب بسيط، يعتمد على الالكترونيجاتيفيتي مال الفرق بين الالكترونيجاتيفيتي بين الاكسجين والنيتروجين. مثل ما نعرف يعني احنا كل ما تزداد الالكترونيجاتيفيتي مال الذره بالتالي شو يصير، تزداد القوه الجذب النواه للالكترونات، وبالتالي الالكترونز اللي تكون available for resonance أو for bi system تكون أقل، وبالتالي نشوف إحنا البايرول يكون more aromatic من الفيوران. زين، إذا تشوفون أنتم من هنا الأوربيتال، طبعا هذا الأوربيتال تكون بشكل عمودي، طبعا هاي واحدة من الأشياء اللي حكينا عليها بالفصل الأول. زين، الاوربيتال تكون بشكل عمودي ويكون يعني الكترون واحد، الالكترون يصير بي شير، فلذلك تصير شنو، تصير دبل بوند اذا تلاحظوها. زين، احنا هذا الشيء مختصر شلون نصنعه، يعني اهم شيء شلون نصنع شلون نصنع الفيوران. الفيوران طبعا يصنع ايضا بشكل صناعي، يصنع عن طريق ال decarbonation of furfur اللي هو متواجد يعني بشكل طبيعي من البران والساودست والوود تار، يستخدمونه بشكل صناعي عن طريق ال AG2O steam. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور ماكو صورة، ماكو صورة، ماكو ما انا قبل ما ابلش قالوا لي اكو صوره. طلاب احنا انا ايش حكيت بهذا السلايد، هاي اللي شويه اللي حكيتها، قلت انه احنا سابقا اخذنا البايرول، اليوم وصلنا للفيوران، اليوم وصلنا لمن الفيوران. الفيوران ايضا هو شنو، 5 ممبر هيترو سايكليك كومباوند. الفرق انه عندنا هنا الهيترو اتم هو عباره عن اكسجين، والاكسجين هو عباره عن اكسجين، وبالتالي فرق عن البايرول ممكن الفروقات اللي تصير عن طريق الاكسجين. ايضا قلنا هو اروماتيك لانه الزوج الالكتروني اللي موجود على ذره الاكسجين يدخل بالباي سيستم او بالكوجوليشن، عفوا الريزونانس سيستم. بس هنا انا قايل انا بالسؤال بالسلايد قال انه ليش، وقلنا سبب الليس لانه الالكترونيجاتيفيتي تكون اعلى، وبالتالي تزداد قوة جذب النواة للإلكترونات، فمن تزداد قوة جذب النواة للإلكترونات معناها تقل الـ availability of electrons to share with by system، وبالتالي تقل الـ aromatic features of furan.
ايضا قلت انه احنا الستركتشرز مالته مال الفيوران هو عباره عن البي اوربيتال يكون بشكل عمودي، وقلنا اكيد هو يحتوي على الكترون واحد العفو، فالالكترون يكون شير وبالتالي يسوي لنا دبل بوند. انا عندي دبل بوند اثنين وعندي زوج الكتروني اوف اوكسجين وبالتالي يكون اروماتيك. هذا بشكل مبسط. زين ايضا حكينا انه شلون نصنعه، يعني اللي يهمني كلش الفيوران شلون اصنعه، من اي صنعه؟ اكيد اكو طرق صناعيه واكو طرق اخرى. فالطرق الصناعيه قلنا هو عن طريق الديكربوليشن اوف فيورفال اللي هو الفرق مالته بجروب الديهايد جروب متصل بالبوزيشن 2، وعن طريق الاي جي 2 او ستيم يطلع لي سي او ويطلع لي الفيوران واحده، وبهذه الطريقه نقدر نحضر الفيوران. طبعا احنا مثل ما قلنا الفيورفال هو عباره عن كمالي افيلبل فورم فروم فران او 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 سوادست او الووتا، ويستخدم بشكل صناعي. زين عن طريق الطريقه الثانيه اللي احنا ذيك المره اخذناها البولنور فيوران سينثيسيس، ياخذ ايضا الدايكيتون كومباوند. اذا تتذكرون بالبايرول ايضا هم اكو طريقه استخدمنا بها الدايكيتون، اذا ممكن تشوفون السلايد قدامكم ايضا هم دايكيتون، بس هنا راح يختلف، هنا استخدمنا برايمري امين، هناك ما راح نستخدم برايمري امين، راح نستخدم البي 2O5 وباسيدك كونديشن يعطينا فيوران. طبعا هذا الار مثل ما قلنا بالبايرول ذن الارات حسب احنا المركب اللي نختاره، احنا زين. وايضا من ناحيه كيميكالي كاكتيفيتي كيميكال اكتيفيتي هنا يكون ويك بيس لايك بايرول، ومن يتفاعل ويا ال HCl باعتبار سترونج اسيد. طلاب اكو شيء لو استمر؟ طلاب استمر له، اكو فد ملاحظه طلاب؟ تمام يعني استمر؟ هذا استمر له اكو شيء ملاحظه بس اكتبوا لي على الكومنتات. تمام. فايضا احنا بنقول ويك بيس، تعلمنا يعني من الكورس الاول نقول ويك بيس او ويك اسيد. احنا نعرف الويك بيس لازم نحتاج لنا سترونج اسيد حتى يتفاعل وياه، واذا قلنا ويك اسيد يحتاج لنا شنو؟ سترونج بيس حتى يتفاعل وياه. زين فمن يتفاعل ويا ال HCl نفس اللي صار بالبايرول ايضا يصير بوليمرايزيشن، يعني يعطينا براونرايزن او يعطينا فيوران هيدروكلورايد اللي هو شنو؟ الكلور. هنا شيء يصير يتصل، خلي اكبر الشاشه او اكتبها بشكل ثاني، ايش راح يصير؟ راح يصير الاكسجين ترتبط بالهيدروجين، فشي يصير هنا بوزيتيف والكلور نيجاتيف، فيصير شنو؟ ايونيك بوند بيناته. بوجود الماء بوجود الماء ايش راح يصير؟ طبعا راح تنفتح هاي الرينج من هنا. زين فشي يصير دبل بوند من هنا او، لان نفس هاي الاو راح تنفتح تاخذ لنا يعني هاي تفقد تاخذ هيدروجين، فشي يصير؟ تنفتح الدبل بوند. من تنفتح الدبل بوند منها ايش راح يصير؟ راح يصير دبل بوند او، ومنها دبل بوند او، فيعطينا هذا المركب. تمام فهذا بشكل مبسط ممكن الباثوي اللي يصير عندنا نتيجه تفاعل الفلوران ويا ال HCl، اما يصير بوليمرايزيشن يعطينا براون رايزن، او يعطينا فيوران هيدروكلورايد، وقلنا هذا الهيدروكلورايد يصير ايونيك بوند لان هذا يصير بوزيتيف وهذا نيجاتيف، وبوجود الماء راح تنفتح هاي. من تنفتح هاي الدبل بوند شو راح يصير؟ راح يصير من هنا او ومن هنا او. زين
طلاب الشاشة واضحة؟ الشاشة واضحة طلاب؟ راحت دكتور، راحت. راحت؟ تمام. هسه واضحة؟ واضحة شباب؟ شباب واضحة الشاشة؟ طلاب تسمعوني؟ كان عندي خلل بالاتصال. طلاب الشاشة واضحة؟ تمام. التفاعلات مالته ايضا هو نفس البايرول يدخل الكتروفيليك سبستيوشن، وقلنا احنا بالالكتروفيليك سبستيوشن الكتروفيل يصير له سبستيوشن على البوزيشن 2 مو على البوزيشن 3، لانه البوزيشن 2 تكون ريزونانس اكثر بينما ذيك اقل. نفس التفاصيل اللي ذكرناها تذكرون بالبايرول، قلنا انه يصير على البوزيشن 2 ما يصير على ال 3، لانه يكون بالبوزيشن 2 يكون الريزونانس اكثر اذا تذكروها، اذا ما قاريها قدامكم زين. بينما بالبوزيشن 3 فيكون ريزونانس اقل، وبالتالي الافيلابيلتي حتى يكمل التفاعل الانترميديت افيلابيلتي تكون مور بالمور ريزونانس، بينما اللس تكون اقل. فلذلك نشوف انه احنا يجي يتصل بالبوزيشن 2 ما يتصل بالبوزيشن 3. واتمنى على الفكره واضحه، يعني اقصد بها انه احنا اكيد بالتفاعل يصير عندنا انترميديت، وهذا الانترميديت يكون مور افيلابل. ليش؟ لانه الريزونانس مالته اكثر فيكون مور افيلابل، وبالتالي يصير هو صاحب الحظ الاوفر حتى يتفاعل ويلكتروفيل زين. فهاي نفس الشيء. اسيليشن، الاسيليشن طبعا ناخذ الاسيتيك انهايدرايد وبوجود حراره ايش راح يصير؟ راح تنكسر من هنا ويتصل يصير اسيتال فيوران زين. هذا في التفاعل بسيط ممكن يجيكم. دايل الدر رياكشن ايش راح يصير؟ هنا راح يتفاعل ويا الميتاليك انهايدرايد حتى يسوي لي شنو؟ دايل الدر ادكت، وهذا فيوران يتفاعل لك ويا من؟ ويا الميتاليك انهايدرايد، ويعطينا هذا المركب. طبعا هذا بس فقط للفهم مو للحفظ زين. وهذا التفاعل ما يحدث ويا من؟ ويا البايرول او التايوفين زين. الفارماسيوتيكال امبورتنس، اهم شيء احنا يعني بالهيتروسايكليك صراحه ركز على الموضوع انه اني فارماسيوتيكال شنو فائدته. يعني اني اخذ هواي مركبات هيتروسايكليك كومباوند بس بالاخير اسال انا ايش اسوي بها. مثل ما قلت لكم ببدايه اول محاضره، اغلب الفارماسيوتيكال كومباوند او اغلب الدراجز هي عباره عن هيتروسايكليك كومباوند زين. فاحنا هو الفيوران موجود بالرانتيدين اذا سامعين به، النيتروفيورانتين والفراساميد اللازكس موجود بالستركتشر مالتهم. ممكن اذا تحبون تطلعون الستركتشر تكتب بس الرانتيدين مثلا او النيتروفيورانتين بالجوجل، شوف الستركتشر مالته فتشوف الفيوران كلش واضح به زين. وكذلك بعض البيولوجيكال سبستانس هو دريفيتيف جاي من الفيوران. هي الفكره هنا انه انت الفيوران مو نفسه يبقى، لا ممكن يصير دريفيتيف مالته ويدخل بالدركس زين. فاكثر الدريفيتيفز مال الفيوران هي موجوده بشكل بيولوجيكالي، يستخدمونها ك بالفليفرنج ايجنت او الفول او الفارما اندستري، يعني بالصناعات الدوائيه بشكل عام. فهنا أنا يعني بشكل مختصر تكون واضحه. احنا الـ الـ الـ